ان اليوريا اليوريا من المواد من المواد الخطره، لو في قرار بانها من المواد الخطره فما يجبش اي حد يستخدمها غير بتصريح وفي الصناعات اللي يحددها وزير الصناعه بالاتفاق مع وزير الصحه ومع جهاز البيئه. لو استخدمت في اي حاجه غير كده يبقى تداول مواد خطره مجرمه بالماده 29 من قانون البيئه، وبالتالي دي جريمه عقوبتها من 5 سنين ل 15 سنه. غرامه فيها من 20,000 جنيه ل 40,000 جنيه، ولو تسبب منها من خلالها عاهه مستديمه او عاهه عاديه او وفاه بتوصل لاشغال الشقه المؤبده، لاشغال الشقه المؤقته. لكن المشكله عندنا هنا هو بتبقى في ضبط الجريمه البيئيه، لان الجريمه البيئيه بطبيعتها اثارها بتختفي بسرعه. فعايزه جهاز من الفنيين، مش مجرد شرطه، مع احترامي الكامل للشرطه طبعا وعملوا مجهود جامد في الفيلم اللي حضراتكم عرضتوه، حاجه هايله بصراحه. لكن يعني في حاجات تانية بالذات لما تكون ملوثات غازيه او ملوثات في مجاري مائيه زي النهر او البحر او حاجه زي كده، بيبقى ضبط المخالفه بيبقى صعب جدا ومحتاج سرعه ومحتاج اليات فنيه عاليه ومحتاج مأمور الضبط نفسه يبقى على قدر عالي جدا من الخبره علشان يعرف يرصد الدليل ده ويحتفظ بيه بشكل ما يفسدوش. علشان انا كقاضي يعني طبعا جريمه خطيره، لكن انا مش هقدر احكم على اي حد، لازم يكون عندي دليل قوي في قضيه طبعا، واخد بال حضرتك؟ فلا القانون بيعالج تداول المواد الخطره والنفايات الخطره، والحكايه مش كلها برضه في ميلانين. البلاستيك دي اخطار زي ميلانين واكتر، واحنا عندنا حاجات اصعب من كده بكتير. المستشفيات بلاستيك بتاع اللي بيستخدم في المستشفيات بيستخدم عند دكاتره الاسنان من جوده عاليه، بيجوز فيه اعاده التدوير اكتر من مره. والبلاستيك دوت والاوعيه البلاستيكيه دي كلها بتبقى ملوثه بدماء وبمواد بيولوجيه مطرح العمليات وبكتيريا وفيروسات وبالتالي القانون منظم ليها لاعدامها مراحل قاسيه جدا. الاول لازم تتحرق ويعملوا لها حاجه اسمها ترميد، وبعد الترميد تعقيم، وبعد التعقيم تتاخد تدفن. الكلام ده كله ما بيحصلش، واقعا الكلام ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان التمرجيه في المستشفيات بيبيعوا الحاجات دي للزبالين، والزبالين بياخدوها يودوها للمصانع، والمصانع بتعملها كراسي وبتعملها اطباق وبتعملها تعمل كل الحاجات دهيت، واخد بال حضرتك؟ فالمساله خطيره جدا. ضبط المساله محتاج ان يبقى في اعلام للبيئه سواء عن طريق مجلات او عن طريق برامج توعيه، لان حاليا دلوقتي في كودات عالميه للمستهلك نفسه ان يعرف المصنف اللي تحت ايده. يعني البلاستيك بيصنف لسبع انواع بتبقى موجوده على العبوات، كل الناس في اوروبا عارفين الكلام ده من 1 لـ7، مثلث كده، مثلث فيه اسهم في قطاعه، ده معناه انه قابل للتدوير وليه ارقام حسب جوده البلاستيك نفسها، ودي موجوده. لو يعني حضرتك اي ازازه ميه او اي حاجه قلبتها هتلاقي عليها المثلث دوت، ومعروف وانت بتشتري بتبقى عارف المنتج ده ايه. برضو المفروض ان لما يكون في مكان او منطقه فيها منشاه هيخرج منها مخاطر بيئيه، المفروض ان يبقى في اعلان للاجراءات الاحتياط والتدابير للسكان اللي في المنطقه دي، يبقى في اعلان ان في ناس بتيجي تراقب في مواعيد كذا، ان في علشان تبقى الناس نفسها واعيه. لان انت دلوقتي حضرتك عندك مستشفيات في داخل العمارات، ودي خطر جدا، وقانون المستشفيات الاخير في 2006 نظمها وقال ان لازم المستشفيات يبقى ليها مدخل خاص لو في نفس العماره، لكن للاسف وزاره الصحه رافضه تطبق الكلام ده. وزاره الصحه ما بتطبقوش، رافضه تطبق. يعني 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 كلام حضرتك واضح جدا يا سياده المستشار، بمعنى انه هذه الممارسات يجب ان تخضع لقانون البيئه. بالظبط. شكرا يا سياده المستشار محمد الدهري، قاضي بمحكمه الاستئناف العالي. استاذ محمد كان عندك تعقيب، هل ممكن تسمح لي ان نتكلم فيه بعد الفصل؟ تحت امرك. خصوصا فيما يتعلق بقانون البيئه بقى، يعني قانون البيئه ده